رح نحكي بهيدي الفقرة عن الأشخاص يلي بينجذبوا للشخص الخطأ. بأي معنى الشخص الخطأ؟ أوقات كتير يمكن بيكون في ناس حوالينا، في ناس جيدين طيبين، ولكن نحن دايما نختار يمكن يلي بيقهرنا، يلي بيعذبنا، يلي بيزعلنا، ومنلاقي أنه بالآخر هيدا كان القرار الخاطئ بالنسبة لنا. ولكن من الأساس شو اللي خلينا ننجذب لهالنوع من الأشخاص؟ هذا اللي رح نعرفه أكثر مع دكتور منال النابلسي اللي هي مدربة حياة وعلاقات. صباح الخير. صباح النور مريم. أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. كم مرة انجذبتي للشخص الغلط؟ كلنا. يعني هيدي الشغلة اللي نحن بنحس إنه المشكلة إنه ليه كلهم غلط. بيجينا أنا كتير كلاينتس كل وقت بيقولوا لي كل العالم غلط وأنا ما عم بعرف أختار صح لأنه يمكن هن غلط. سمسين منحط الحق عليهم، منحط الحق على الشخص اللي نحن عم ننجذب له. بس scientifically proven وقت نفهم حالنا وقت نفهم حالنا هي نوع من النمط. أوكي. أنا وقت أفهم هذا النمط يلي عم بيتردد جواتي. أوكي. وأنا عم دلني أختار أشخاص غلط، إن كانوا بالعلاقات الحميمية ولا أنه كانوا بالعلاقات العادية اللي هي صداقات أو شيء تاني. صح. سو بطلع أنه أوكي كل العالم غلط، ليه أنا بدي أحط الحق على العالم إذا ما بدي أفكر بطريقة من ذاتي ومن نفسي. أوكي. سو هون بصير بلش أفكر أنه لا introspection، خليني فوت لجواتي تشوف هالنمط يلي عم بتكرر من وين. سو من هون بلشنا نشوف بدراسات معينة انه الاشخاص يلي هن بينجذبوا للعالم الغلط هن يلي بدهم يشتغلوا على حالهم اكثر شيء. يلي هون ببلشوا في عنا كذا ريزنز ولا ليش عم بيصير معنا هذا الشيء، لانه في 100,000 حالات من جواتنا عم بتصير داخليا نبلش من جواتنا. يعني انا عندي نقص معين جواتي عم لاقيه بهيدا الشخص الغلط يلي عم بيكون موجود بحياتي، هيك من هون من هون. وفي اشياء كمان غير. اوكي. أول شغلة اللي هي بتخلينا ننجذب للشخص الغلط هي وقت يكون في عنا تدني باحترام الذات. أوكي. وقت أنا ما أعرف قيمة نفسي، وقت أنا ما بعرف exactly إنه أنا I'm worth it، أنا بحاجة لأعرف من جواتي إنه أنا مقدرة، أنا ناجحة، أنا قوية، أنا أوكي. حلوة. سو وقت يكون في عنا تدني بهذا الاحترام الذات لنفسي، أكيد مين حينجذب لي ولا مين حشد؟ الأشخاص يلي هن أقوى مني، الأشخاص يلي هن بدهم يحسسوني بالشي، لأنه أنا في انعكاس من جواتي إنه أنا عم بعكس ما عندي قيمة، ما عندي حب للذات، ما عندي احترام لنفسي، ما بحب حالي، مني ناجحة، مني قوية، ما بستاهل. سو أكيد يلي حينجذب لإلي ولا يلي حأجذبه هو الشخص يلي حيحسسني بهذا الشعور إنه أنا مش مقدرة ولا حلوة ولا شيء. سو كرمالك حيكون الشخص الغلط هيدا بحياتي. سو هيدي أول ريزن يلي بتخلينا نحن نختار شخص غلط بحياتنا. يعني من هون لازم الواحد يبلش يحترم حاله، يحب حاله، ويشوف حاله بعين كبيرة. يعني ما دايما يستصغر نفسه لو بحيلا مطرح كان. تاني سبب يلي بخليني أنا أختار شخص الغلط هي العلاقات الوهمية اللي بعقلتي. أوكي. يعني أنا وقت أفوت بعلاقة كون عبالي حب، عبالي انحب، عبالي حيش عيش هذا الشعور يلي أي شخص بيخبرونا فيه إنه واو أنا بعلاقة ومبسوطة، بصير بختار الشخص يلي بيتواجد قدامي. أوكي. وما بعود بشوف النقاط الحمر ولا الإشارات الحمر، ما شايفة إنه هو يمكن إذا نرجسي، إذا توكسيك، إذا سام، إذا هو عم بيسيء معاملتي، إذا هو في إساءة بالكلام باللفظ. أوكي. ما بعود بشوفهم كلياتهم. بخلق بتخدر بعقلي. يعني الشخص بيتخدر لأنه بمجرد إنه عباله يكون مع حدا، عباله يكون مع حدا. سو أنا هون بصير بخلق بعقلتي علاقة وهمية، وهيدي العلاقة بصير بصدقها بعقلي، وكل ما أكون مع هذا الشخص ما بغض النظر على كل هدول الإشارات الحمر، كمان بس حس حالي إنه أنا منحبة، حس حالي إنه أنا بعلاقة حلوة. سو أكيد هذا الشخص ما بيكون المناسب أبدا طبعا. بخلق له أعذار، بعطيه كل عذر على كل هجوم هو بيعمل. يعني بقبل بكل شيء، بقبل بكل شيء. وهون كمان خص قد في عندي ثقة بنفسي ولا قد في عندي احترام للذات ولا عند قد انا بعرف قيمة نفسي، هون اكيد ما بكونوا موجودين. أكيد. لانه انا بس بحاجة للحب، وهذا بيجي لانه انا من جواتي بكون في فراغ، وهذا الفراغ مستعد اعبيه باي شخص بيمرق حدي. سو يمكن يجي الشخص الغلط يلي هو حيجرب يمكن يعمل لي نوع من المانيبيوليشن، نوع من التلاعب بعقلاتي، تلاعب بحياتي، وهون بصير انا افكر انه انا لا، لو شو ما كان هيدي العلاقه صح انا بدي اجرب غيره. أوكي. هون بلش اشتغل على انه فيني غيره، فيني خليه يحبني، فيني خليه وكله ما فينا نعملهم، ما حدا في غير حدا يعني ولا ممكن. صحيح.
فيني خليه يحترمني، فيني خليه يكون معي بالطريقة يلي أنا بدي إياها. وهن أمرار بتصير هون إنه مندلنا متعلقين بأول العلاقة، لأنه يمكن أول ما تعرف مع الشخص حتى لو كان الشخص غلط بيعطينا أحلى ما عنده. أكيد دايماً هي هيك. صح. سو هيدا بنسميه مثل نوع من القصف الحب، لاف بومينج، يعني هون بيكون كل الوقت عم بيعطيني حب غرام يلي بدي اياه، ما بعود بشوف الاشارات الحمر، ومن بعدها بوقت ما يعرف انه خلص صرت انا ملكه بطريقه معينه وعارف شو نقاط ضعفي بيرجع على حقيقته وبلش هون بيرجيني الوجه الثاني. بس لانه انا عايشه هيدي العلاقه الوهميه بعقلي ما بدي صدق هيدي الصوره الجديده فيه، بدي ابقى بعقلتي على الصوره القديمه اللي انا اصور لي اياها 100%، وضلني عم بتخانق انا وبيني وبين نفسي وبيني وبين بين الحياه على انه انا بدي رجع الشخص مثل ما كان اول العلاقه. وهون كمان بنبقى بنفس النمط، وحتى لو تركنا هيدا الشخص بنفوت بنمط جديد مع علاقه جديده مع شخص جديد بيشبه نفس هيدا الشعور، لانه في نقص جواتي. سو هيدا كمان نوع تاني. نوع ثالث هو الوحده. وقت انا خاف انه انا اكون لحالي وهيدي الوحده بتخوفني، سو بفضل انه انا بتعود بالاحرى على انه انا اكون بعلاقه ما بتشبهني من انه انا كون لحالي للوحده. اوكي، يعني بفضل كون مع شخص ما بيشبهني منه منيح عم بيسيء لي من انه انا حس بشعور انه انا لحالي اذا انا هلا تركت هيدا الشخص اللي هو يمكن مسيء ولا ما بيشبهني بالمبادئ تاعولي. طب انا اذا بقيت لحالي شو بصير فيي؟ هون بلش الخوف. هيدي الافكار اوكي يلي بتاخذنا انه نكون كمان بعلاقه مع الشخص الغلط. سو بخليني انه انا اقعد بس ما بالاخر عم نرجع نترك، يعني كل هول عم بوصلونا بالاخر انه قد ما نكون خلينا نقول معميين بالبدايه، ولكن بالاخر خلص يعني ما فيها السيده او الرجل او مين ما كان يكفوا هيك، فلما بتصير اصعب بعدين صح؟ صح، يعني بتصير اصعب من انك تاخذي القرار انك تفلي او تتركي او تبرمي ظهرك او لانه تعودتي على هيدا السيستم الغلط اصلا. تعودتي مثل ما قلت تعودتي على هيدا السيستم لانه بيعطيك الامان بفكرك انك انت انك عايشه خلص في علاقه، بس ما بتعودي بتخافي من الوحده وبتخافي انك انت ما تلاقي حدا بديل. وحتى لو تركتي بيجي على نفس النمط، مش حتتركي لنمط جديد لانه بعدك ما اشتغلتي على حالك من جوا. اكثر الاسباب يلي هي بتخلينا نحن ننجذب للاشخاص الغلط هي الطفوله. وهون بصيروا بيسالوني الكلاينتس انه كيف يعني شو خص الطفوله؟ نحن وقت نربى نتعلم الحب من اهلنا، نتعلم الحب من اللي حوالينا طبعا. سو هون اذا كان في عندنا نوع من الاهل يلي هن منهم متواجدين كل الوقت معنا، يلي هن ما عم بحسسونا بالحب، ما عم بحسسونا بالفاليديشن بالاستحقاق، ما عم بحسسونا انه نحن نستاهل الحب من عدة أسباب، لأنه يمكن مشغولين، لأنه يمكن هن بنظرهم الحب بينعطى بطريقة أنه رحت على المدرسة أكلت أمنت لها أغراضها خلاص أكثر من هون كمان ماني مضطرة أعطيها كل هالفاليديشن. سو هون الولد بصير عنده نوع من الفراغ، عنده نوع من التعلق الغير صحي. سو أنا وقت أبلش يتبرمج عقلي على الحب، وأكثر شيء مثلا خلينا نحكي البنت وقت يتبرمج عقلها على الحب بتشوف كيف بيها بحبها. إذا بيها بيكون بعيد عنا وكل الوقت عم بدفش فيها، أغلب الأوقات بالعلاقات بتختار الشخص يلي بيشبه بيها. أوف أوكي. سو هون قد دقيق الموضوع، يعني حتى من الطفولة بيبقى ترسبات معنا. أكيد. سو هون بصير أنا ببلش أفكر إنه أنا بدي لاقي شخص يمكن بعقلتي عبالي شخص يكون ايموشنلي افيلبل وموجود وصحي ورائع، بس وقت رجلي لاقي هيدا الشخص ما بيغويني، ما بحسه إنه واو حلو، لأنه مع إنه كونشسلي ولا بالعقل بحب كون مع هيك شخص، بس unconsciously باللاوعي بنجذب للأشخاص يلي هن غلط، لأنه باللاوعي بذكروني بطفولتي. أوكي. بذكروني بالحب يلي تبرمج بعقلي بطريقة معينة من الأهل، وبخليني أنه أنا حس أنه هيدا الشيء اللي أنا بديه. وهون ببلش من ضياع، هون بلش بنجذب الغلط للأشخاص الغلط، لأنه منضيع بالطريقة يلي نحن بدنا نحب فيها. أوكي. وهيدا الشخص بيكون بيشبه نفس الطريقة يلي أنا تربيت فيها. سو كرمال هيك بصير بحس حالي أنه يمكن شخص عم بدفش فيي، ما عم بحبني، عم بلحقه أنا منه emotionally available، منه موجود عاطفيا، بصير أنا بدي ألحقه كل الوقت تيحبني، أنه أنا هون بس حبني، كون معي، حسسني بأنوثتي، حسسني بأنا
موجودة، وأكيد بصير بحس أنه لا أنا بدلني برجع لنفس النمط وبدلني بحب هيدا الشخص لأنه هو تبرمج عقلي عايدة الحب من أنا وصغيرة. يعني بالآخر دكتور منال الخلاصة أنه بدنا نبلش من حالنا أكيد. بدنا نبلش من داخلنا من جواتنا من ذاتنا، بدنا نبلش نعطي قيمة وبدنا نبلش نعبي هالفراغات يلي أخذناها يمكن من خلال كل هالرحلة يلي مشيناها من الطفولة لوقت ما نضجنا وكبرنا وبلشنا نحب، لنقدر بالآخر نختار الشخص الصح. اللي هو بيليق لنا ونقدر نكفي الحياة معه سواء أصدقاء أو سواء رجل أو شريك حياة. شكرا كثير لك، شكرا على الموضوع المهم يلي قدمت لنا إياه اليوم، على أمل كل شخص يلاقي الشخص الصح بحياته.